حاسة الشم فهي أكثر دقة بعشرة آلاف مرة من حاسة التذوق. وقد وجد علماء الأحياء أن هناك فوائد فيزيولوجية عديدة لتنفس الروائح الزكية، بل إن للرائحة تأثيراً على العواطف والمشاعر، وهذا ما أكده الدكتور ألين هيرش، أن منطقة الدماغ المسؤولة عن حاسة الشم توجد في الجزء العاطفي في الدماغ وتسمى limbic system. وجد الباحثون أن الرائحة الطيبة مثل روائح الزهور والفاكهة والنباتات تفعل مناطق في الدماغ وتساعد على تقوية الذاكرة وخفض التوتر وزيادة الاستقرار النفسي وخفض ضغط الدم وسرعة دقات القلب والتنفس وتوازن الهرمونات.